اول شيء مبروك للفيصلي، يعني الفيصلي الصراحه لاعب، احنا ضيعنا الدوري منه من مباراه السحاب، راح الدوري مباراه الحسين ضيعوا الدوري، مباراه الفيصلي، الفيصلي الصراحه بيستحق الدوري، الف مبروك وان شاء الله الكاس لنا. قديش؟ 1-0. هو ليش قطع عنده البلاتين؟ بس ليش؟ الله ليش؟ ليش قطع عنده البلاتين؟ ليش؟ شكله الوحدات هو كاسر عينهم بس. اه والله بس الشعار هذا، الشعار هذا بحارب بحارب، هذا الشعار بحارب، قاعد ب 11 فريق، الشعار هذا كاسر عينيهم، هذا الشعار شو قصته؟ مظبوط، شو قصة الشعار هذا؟ طيب مين بيستحق الدوري السنة هاي بكل صراحة؟ الاتحاد. مين بيستحق الدوري؟ والله الاتحاد. صلي على النبي، دقيقة دقيقة، اللي بيستحق الدوري صح؟ الجزيرة. الجزيرة هبط. جزيرة حرام يهبط، أفضل الجزيرة، الجزيرة أربع خمس مواسم يكون بطل بس من دون تتويج. صح. أول شيء يعطيكم العافية. الله يعافيك. مبروك للفيصلي وهارد لك، إن هاي مباراة فيها فوز وفيها خسارة، إحنا جايين طبعاً مش متأملين في الدوري بس إحنا جايين عشان الشعار، جايين عشان الوحدات، وإن شاء الله بيعوضوا لنا إياها بالكأس. أنا بحب أبارك لجمهور الفيصلي ونادي الفيصلي، صراحة لعبوا بكل إبداعية وبكل رجولة، وإحنا صراحة كنادي وحدات لعبنا وشدينا حالنا بس الحظ ما حلفنا، ولكن المبروك يعني الفيصلي لعب بجدارة وألف مبروك للفيصلي. شو تقييمك للدوري السنة هاي؟ أول شيء الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. ما قصرتوا معانا ولا مع أي فريق. الدوري بصراحة من 10 سنين ما جاش دوري زيه، دوري قوي بكفي إنه في 3 فرق بتنافس على الهبوط، وثلاث يعني 3 فرق بتنافس على التتويج وثلاث فرق بتنافس على الهبوط، هذا دليل انه دورينا كان قوي، بغض النظر انه ما كان عندنا مهاجم زي العالم والناس طول الموسم. امين الشنايني جاب 8 اجوان اتوقع، هو هداف الدوري، وهذا يعني دليل انه دورينا ما عندنا مهاجم صريح بعد ما طلع محمود شلباي، وما عندنا مهاجم سريع صريح. بنبارك لاخواننا وحبايبنا جمهور نادي الفيصلي، دوري الدوري 35 دوري بيستحقوه، واللي بقول غير هيك ما بفهم فوتبول. احنا كنادي وحدات لعبنا 4 مباريات طول الموسم اللي هي فيصلي، حسين اربد، امعان والرمثة، غير هيك ما لعبنا، احنا ضيعنا الدوري من ايدينا، كان بالامكان احسن من ما كان، بس الحمد لله رب العالمين. هسه فرصتنا في الكاس فرصه كثير قويه، موعدنا يوم ان شاء الله يوم الاربعاء مع اخواننا نادي الرمثه، رسالتنا لجمهورنا قبل جمهور نادي الرمثه نطلع بحب وحلاوه زي ما طلعت مباراه الوحدات والفيصلي. والسؤال القوي ولعيونك، انا كل مره بحب اعطيك سؤال قوي، كيف كان دوري 35؟ الله يعطيكم العافيه. عادي من زمان مش ماخذينه، خلينا يفرح فيها المره هاي، وعادي ان شاء الله المره الجايه لنا. والله الدوري كان صراحه ممتع، الفيصل يستحق الدوري، بنحكي لهم مبروك وهارد لك فريقنا، وان شاء الله بنعوض بالكاس باذن الله. الحمد لله احنا ادينا اداء منيح، مبروك الفيصلي لعب. الفيصلي بيستحق الدوري؟ بيستحق الدوري، نعم بيستحق الدوري، نحكي له مبروك لنا، مبروك له وهارد لك لنا، وان شاء الله بنجيبها بالكاس ان شاء الله. احلى واحد بجماهير الوحدات. الفيصلي بيستاهل الدوري اكثر منا، الاتحاد ظلمنا كثير، نقل المباراه ما له داعي، الامن والامان موجود في الاردن، الحمد لله على كل شيء وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء مبروك لاخواننا الفيصلويه وهارد لك لنا. اول شيء الدوري خلص، تحكيم مش تحكيم، غش، نقل المباراه، خلص خلص، عندنا مباراه كاس، اذا اللعيبه بيشوفوني بدنا الكاس خاوه. بس يعطيكم العافيه. علم اسمع، الله وحدات القدس العربيه والكاس ان شاء الله للوحدات خاوه. مشاهدينا الكرام، هكذا كانت اراء جماهير الوحدات بعد انتهاء دوري المحترفين، وبعض الجماهير غاضبه والبعض فرح، وكل التوفيق لجميع الانديه. معاذ لوحوش استاد الملك عبد الله الثاني، القويسمه، القبه نيوز.